اتركوا شخو استغربوا جماعة النهارين بالقرار اللي يمكن اتخذوا البشبوش بتسمية الحفظوظ على رأس هياكل نداء تونس. وقالوا الخوة ما يزيش الشيخ البشبوش ما زال شدد الدمان ويزيد من فوق يورث روحه في الحزب وعينه حية تيشنية هالبلية. وتنسوا الفاجة اللي بالمقاييس متاع الطبقة السياسية التونسية الحالية البشبوش ما زال ترنكوش خبزه مخبوز وزيته في الكوز وتبارك الله عليه يبرطع في الزقاق بلا عكوز. وبعد هذا ودونه كيف نشوفوا الشودة وستوفا والمنصفو ونجبجب وحمتين والبحرو يلقى روحه البشبوش بيناتهم يزنوا معاه نديدته الشنقة مع جماعة خلاعة واللي حل فمه وقل له الجمال ما يشوفش حدبته على خاطر كان يشوف حدبته تتقطع رقبته والجزار كيف يعظم على الملاكزي محال. ومما يزيد المسألة تعقيدا والطينة بلة أنه الأحزاب كلها تقريبا ولات أحوانت ودكاكن يا عائلية يا عشائلية يا قبلية ولهذا يضرب على صلح بلاده ونبي ملاك. وإذا نواصلوا على هالدعوة وارد جدا أنه كيف يحب الواحد يعمل طلع ولا ريبورتاج للأحزاب السياسية التونسية ترسيله يمشي المتحف باردو في القسم نتاع جوراسيك بارك. واللطف يا صاحب اللطف وقولوا اللطف وغض الطرف وطفيو الضوء وبيت الحس وسكوت ونبوت واللي يتكلم يتحوموت. يعني ثم واحد يتنمر وعامل روحه اسمه ذامر ويسكن في زنقة سيدي الظريف شاف مرأة كبيرة ماشية متكلة على عكازها قال لها أميمتي بقديش القوس كملت طريقها وجاوبته تكبر يا كبدي وتاخذه بلاش فلوس.